نحن مش قد شو؟ مش قد مش قد سرميته مش قد سرميته هو ما في شيء اصلا لاعتذر منه انا ما في شيء عمله لاعتذر منه يعني مع انه كان عم بيقول له بقى ناخده بالجيب وما بعرف شو نزلوه على الغرفه يعني عم بيقول لك مثل فيلم رعب مافيا ما فيك تقول غير مافيا لازم تمشي معهم لتضلك عايش انه ما مش لازم تعرضهم بشيء لازم انه اذا قلت كلمه حسوا حاله انه هي حسوها لهم هيك صار كيف اذا بقى انا بقول لهم شيء رايي هن عاملينه غلط بالبلد هو ما في شيء اصلا لاعتذر منه انا ما في شيء عمله لاعتذر منه يعني انا شو عملت ما هي بيج كاتبه تكسير الخيام من قبل القمصان السود انا عملت لها شير يعني ما في شيء 1% بخليني انا اعتذر بس خلص هن بدهم يفرجوا انه هن القصه كلها هن المهيمنين على المنطقه هن المهيمنين على كل شيء انه هن القوه خلص بده بيستغلوا الظروف يعني بس سؤال اسرائيل لما فاتت لعنا شو عملت بالعالم مش عذبت وخطفت وقتلت عالم طب هن مش عم يستعملوا نفس الطريقه بس داخليا مش خارجيا يعني شو هلا انا اذا بدي اعطيك مصطلح انه شو بيفرق هو اللي عمله معي مع اللي عمله اسرائيل عملوه اسرائيل معنا بالاحتلال شو اللي بيفرق انه هن اسرائيليه ونحن لبنانيه اول ما نزلت من السياره كان لحاله صار في عدد شي 30 40 شخص يعني ما بعرف اذا شوف المنظر كله لابسين كان زيت سود واجسام ما بتتخيل المنظر كيف كان وهو بلش باول بوكس ضربني على دغري على اسناني هو استدرجني دق لي من رقمه بعرفه انا بعرفه انصر بحزب الله زحوني لتحت في هيك مثل نزله وبلشوا ضرب هو يلي انت عم تسب عمامه السيد وانت مش قد سرميته وانت عارف حالك مع مين على الان قال له جميل انا بعرفك قال لي انا ما بعرف حدا انا انت دقيت بقى باغلى حدا بحياتي يعني مع انه كان عم بيقول له بقى ناخده بالجيب وما بعرف شو نزلوه على الغرفه يعني عم بيقول لك مثل فيلم رعب مافيا ما فيك تقول غير مافيا اجى المسؤول عنه اسمه الحاج فلاح اجى وقف قال لي انت لؤي شبلي قلت له ايه عم ضغط طرقني بوكس ثاني على الشف المسؤول اللي عنه اسمه الحاج فلاح بحارة صيدا ما في ساعه كيف يعني مثل المافيا ما في ساعه نازل من طريق فرشوبه رشيه نازل بالسياره وعادي عم بحكي على التليفون ما بلاقي غير سياره على كعب النزله واقفه هيك بالعرض بتقول نطريت بعدني يعني هو السياره هيك واقف انا نازل نزله قويه هي ما في ضربت شلي ضربت بالدولاب ضليت نطلع على الحفه ولقيت حالي نزلت بالوادي نطر بس لشاف السياره صورها يعني انه فرجون تاكد انه صار حادث وانا صرت بالوادي ونشروها انا لؤي احمد شبلي نزلت على الشارع بطالب بحقوقي وحقوق كل واحد بهالبلد حابب يعيش مرتاح يعني انا بدي دوله تحميني ما بدي انا حزب او طائفي او طرف سياسي بهالبلد يحميني بدي اعيش بس بكرامتي بهالبلد انا راجع على الشارع والثوره ما حتموت مأكد لانه كنت عم تقول بالتقرير انت مأكد انه هيدا الشاب يلي عمل فيك هيك هو عنصر حزبي طب اذا مش عنصر حزبي ليه بده يدافع عنهم اذا هن بيبرروا من هالشي طب ليه بعده هلا ما تسلم لا بعده هلا مقطع لانه ذكر انه عنصر حزبي وقلت انه انت بتعرفه قلت انه انتوا عايشين سوا هل هو عنصر حزبي ولا هو مناصر بس حتى نكون دقيقين هو من جماعه المناصرين بس كثير مناصر كثير نعم الحاج فلاح منتمي يعني اليوم عم بتناشد الحاج فلاح او عم بتناشد قيادات الحزبيه تسلموا بما مش تعرض لك الحاج بالضرب تعرض لك الحاج بالضرب ولا بس هيدا لا هو اللي معه الحاج فلاح اول بوكس اكلته من جميل الحاج فلاح رجع بعد شي 3 دقائق اجا قال لي انت ساب عمامه السيد وضربني البوكس الثاني على راسي من ورا يعني قبل ما ودع لؤي وهالعائلة الموجودة معي الليلة واللي يمكن تحدد خوفها من أي أزعر ممكن يتعرض لها بعد الحلقة لأن كمان وهون أنا بحمل مسؤولية إذا حدا بيتعرض لهم لأنه الجماعة صاروا بحمايتنا وما رح نتركهم لأنه جايهم بعض من التهديدات قبل ما يطلعوا على الهواء بدي أكد أنه نحن لما بنتوكل عنكم بأي قضية نتوكل عن الناس ولما الناس بيكونوا ضيوفنا على الهواء لنعالج هالقضية قدام رأي العام كونوا أكيدين أنه نحن على تنسيق تام مع كل الجهات الأمنية أولاً بالبلد المعنية بحمايتكم وحماية كل الناس اللي بيطلعوا معي ولكل جمهور المقاومة لكل متحزب لكل منتمي لخط معين ولقضية القضايا يلي عم نحارب كلنا سوا كرمالها ويلي أنتوا عم تحاربوا كرمالها هي أهم بكتير من أن يجي أزعر أو يجي بلطجي يختصركم فيها أو بهذا التصرف يلي بيعملوا وأنا لألك لؤي بقول لك كون أكيد أنه الحزب رح يعمل شغله أهلا وسهلا فيك